بيض السمان وبيض الحجل البري، شو الفوائد الصحية العظيمة اللي بعض أو أشخاص كتير بيجهلوها؟ اليوم المقطع رح نشرح عنه الفوائد الصحية العظيمة لبيض السمان أو الفري، وكمان بيض الشنار أو الحجل البري، وهو بديل كمان لبيض الدجاج اللي عنده حساسية مفرطة. طبعا هو هذا الفري أو السمان، وكمان رح نتعرف على شكل بيض الشنار أو السمان. هم هذا شكل بيض الشنار والسمان، وهذا هو الشنار أو الحجل البري. طبعا رح ناس كتير بتجهل الفوائد العظيمة جدا لهذا النوع من البيض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع، معكم أنا أصطيف تربية الطيور والحيوانات. في ناس كتير ما بتعرف إلا بيض الدجاج للأكل والتعامل معه، وبيجهلوا أنواع كتير من البيض، ومنها بيض الشنار والحجل البري والفري أو السمان. له فوائد عظيمة جدا رح نذكرها بهذا الفيديو، والله العظيم مقطع مهم جدا، فوائد صحية عظيمة، وكمان بديل جدا عن أدوية وعلاجات أنت ممكن تستغني عنها في التعامل أو في تعاطي مع هذا البيض، بأنك تتناوله وتاخده بطريقة صحية. من أكثر فوائده تخفيف الحساسية اللي هي بيعملها بيض الدجاج عند أي شخص، هو بيمنع الحساسية المفرطة اللي أنت أو أنت بتصير معك إذا بتتناولي بيض الدجاج العادي. وكمان من فوائده العظيمة هو يعتبر بديل لبيض الدجاج. في ناس كتير ما بيقدروا ياخذوا بيض الدجاج لأنه بسبب لهم حساسية مفرطة، وهون هذا البيض الفري أو السمان أو الحجل والشنار بيكون بديل قوي لبيض الدجاج. وكمان من فوائده يعالج قرحة المعدة والكولون وأمراض الجهاز الهضمي. أي شخص بيعاني من مشاكل في الكولون والجهاز الهضمي وعنده مشاكل في المعدة وقرحة المعدة بيقدر يتناول هاي الأنواع من البيض، ورح نحكي في فيديوهات تانية على أنواع تانية من البيض كمان ناس كتير بتجهل فوائدها. وكمان من فوائده بيعالج فقر الدم لأنه بيحتوي على نسبة ممتازة من الحديد، وكليتنا بنعرف انه اي شخص بيعاني من نقص في الحديد في الجسم هو بتعرض لمشاكل وامراض كثيرة، لانه نقص الحديد في الجسم يعتبر مشكلة لأي شخص صحية طبعا اكيد، وعشان هيك بننصح تناول هذا النوع من البيض. وكمان من فوائد هذا البيض اللي بيستفيد منها الانسان بشكل كبير، هو كمان بيحتوي على البوتاسيوم، مهم جدا لكريات الدم البيضاء لانه بيحتوي على نسبة بوتاسيوم ممتازة جدا، وبساعد جدا في اصلاح او يعني الكريات البيضاء انها تحافظ على العدد اللي فيها، ويقي من امراض القلب والسكري وحصى الكلى ومرض الربو ومرضى الربو. يعني اللي عنده ربو بتناول هذا النوع من البيض كمان بيستفيد كتير منه، واللي ما عنده ربو يا سمح الله ومعرض للإصابة بالربو هو بيقي من الأمراض الربو، وكمان بيساعد على تفتت حصى الكلى، بيحسن القدرة الجنسية عند الرجال، وكمان بيحسن الذاكرة. الناس اللي بيعانوا من الزهايمر أو بداية زهايمر إذا بتناول هاي النوعية من البيض راح تخف عندهم بشكل كبير، يغذي الشعر وينمو بشكل أسرع وبحسن نوعيته وقوته وكثافة الشعر، وراح نحكي أكثر عن موضوع الشعر في المقطع، وعن نسبة الحديد الموجودة داخل هاي النوعية من البيض الناس كتير تجهلها. ومن فوائده كمان فاتح شهية، وبننصح فيه للكبار والصغار. ناس كتير ما عندها قابلية للأكل، وهذا الشيء بسبب سوء تغذية وضعف جهاز المناعة في الجسم، ومن ضمنها وللأسف ونتيجة هاي الشغلات الإنسان بتعرض لأمراض كتيرة بسبب سوء التغذية وضعف جهاز المناعة. برغم حجم البيض الصغير جدا وأسعاره بيض الفري أو السمان ما يقارب كل 25 بيضة ب2 دولار أو أكثر شوي أو أقل،
وكمان بيض الشنار او الحجل سعره اغلى شوي، يعني كل ما يقارب 3 بيضات ممكن تحصل عليهم في دولار ونص او دولار وشوي، يعني حسب المربي وحسب البائع. ومننصح بانه تكون البيض طازج قبل استهلاكه ومعروف المصدر من وين، عشان كل ما كان طازج كل ما استفدت منه اكثر. بيحتوي على مضادات الأكسدة اللي بتساعد على الوقاية من أمراض السرطان، يعني أي شخص عنده خلايا سمح الله من السرطانات، خلايا مش الورم نفسه، هو راح يساعد على قضاء الخلايا هاي وعدم إنها تصبح خلايا أو تصبح أورام سمح الله خبيثة. بيساعد على زيادة الوزن للناس اللي بتعاني من النحافة المفرطة واللي صعب حصولها على أوزان معينة، هون بتقدر تستخدم هاي النوعية من البيض تتناولها عن طريق السلق، تسلق البيض وتاخده أو إنك تقليب زيت الزيتون وكمان تستخدمه. يعني بالنسبة لبيض الفري ممكن تسلق 10 بيضات لأنه حجمهم صغير، وبيض الشنار 4-5 بيضات. بيعالج فقر الدم لأنه بيحتوي على نسبة عالية من الحديد، وهون كمان ممتاز جدا بكل الأشخاص اللي بيعانوا في نقص عالي من بالحديد بالجسم. وكليتنا بنعرف وحكينا ببداية المقطع انه الحديد مهم جدا للجسم، ونقص الحديد بيعمل مشاكل كبيرة في جسم الانسان صحية. وكمان رفع الحديد زيادة عن اللزوم كمان غلط، بانك تستخدم حبوب حديد وما تعرف تتوازن، عشان هيك احنا بنفضل بشكل عام البشر بفضلوا الاكل الطبيعي ويستفيدوا الفيتامينات الطبيعية الموجودة داخل المكونات الطبيعية. حكينا انه بيغذي الشعر وينمو بشكل اسرع ويحسن نوعية، وطبعا في قوة وكثافة الشعر. وكيف تتناولوه للشعر؟ بتناوله عن زي ما حكينا لكم عن طريق سلق البيض وأكله، أو عن طريق قليه بزيت الزيتون، سواء ما يقارب 7-8 بيضات من بيض الفري أو السمان، أو بقدر أخذ 4-5 بيضات من بيض الحجل أو الشنار. وحكينا لكم إنه بيض الفري سعره أقل كتير من بيض الشنار أو الحجل، وطبعا اثنين تقريبا فيهم نفس الفوائد. إذا ما توفر بيض الشنار أو الحجر تقدر تستخدم بيض الفري أو السمان، وأسعاره مناسبة والجميع بيقدر إنه يتناولها. بس بصراحة بيض الشنار أو الحجر البري في فائدة أكتر من بيض كمان السمان، لأنه البيضة بتحتوي على حجم أكبر، بتحتوي على نسبة بروتين ممتاز، بيحتوي على البوتاسيوم، بيحتوي على الحديد، بيحتوي على كتير فيتامينات داخل هاي النوعية من البيض. ففي ناس كتير بتجهل نوعيات كتير من البيض، رح نتطرق فيها إن شاء الله فيديوهات قادمة نشرح أكتر عن أنواع كتير من البيض. بتمنى ما تنسونا من الاشتراك واللايك والتعليق وتفعيل الجرس. شكرا لكم، يعطيكم العافية.